السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب احنا تذكرون لما اجينا هنا عملنا برودكت، تمام؟ وفي البرودكت احنا ايش قلنا؟ قلنا انه من ضمن صناعة البرودكت لازم نضيف المستخدم ايضا. طيب هو كيف راح تكون الآلية؟ اذا اجينا لل views البرودكت، مات البرودكت، اوكي، فاحنا عدنا بس get، تمام، السيف وبقية العمليات الأربعة ما صنعناها، بس نقدر إنه إحنا نجيب من permission from REST framework dot permissions import is authenticated، تمام. هذا ليش نجيبه؟ حتى شنو لما نصنع product جديد شو نسوي؟ نضيف وياها اليوزر اللي عامل لوجن. طبعا هنا شحتا جاني عندي هذا الجيت، تمام، اقدر او عندي يس هذا الجيت، اقدر اخذه واعمل هنا بيست. هنا بما انه انا راح اضيف للداتابيز فراح يتحول الى بوست. نفس الوقت عندي شنو؟ عندي permission classes. تذكرون بالاكاونت هذا هو permission classes is authenticated. أجيبه هنا حتى شنو؟ أي واحد يريد يضيف معلومات ما يقدر يضيف إذا ما كان هو شنو موجود، خلينا نقول من ضمن ما عامل لوجن، أوكي، لازم يعمل لوجن يلا يقدر يضيف خلينا نقول هنا فارزة، لازم يعمل لوجن. طبعا هذا permission classes لازم يعمل لوجن يلا يقدر يضيف معلومات لقاعدة البيانات او يصنع برودكت جديد. فهذا الفانكشن راح احوله الى شنو؟ نيو برودكت بهذا الشكل. والنيو برودكت ما يحتاج الى اي دي، راح يكون ريكوست فقط. نفس الوقت هنا الداتا اللي راح تجيني، راح اعمل متغير اسمه داتا، راح تجيني منين؟ من الريكوست دوت داتا، تمام. سوري، زين، البيانات اللي راح تجي لي الان اقدر اعمل له شنو؟ سيريالايز. فاجي هنا اقول له سيريالايز بهذا الشكل، المن للبرودكت سيريالايز، وهنا ايش اقول له؟ داتا ايكوال داتا، يعني نفس تقريبا الكريت ريجستر، تمام، لما كنا نريد نعمل ريجستريشن نفس الفكره، البيانات مالته نرسلها للبرودكت سيريالايز حتى يحفظ لنا اياها. هنا نجي نتحقق إذا كان البرودكت موجود، فش نقول له؟ نقول له if serialize dot is valid، هذا الفانكشن يعني إذا كانت المعلومات أرسلها إلنا، فهنا نقدر نصنع product متغير اللي هو من الموديل product dot object dot create، واقدر شنو؟ اضيف الداتا. راح اقول له شلون اضيف الداتا؟ 2 asterisk، اوكي، وشوفوا هو يقول لي args data، يعني هو يقول لي اضيف لي 2 asterisk. فهذا الاسترك طبعا هو الشيفت 8 بالكيبورد data. طيب هذا الداتا اللي انا راح اضيفه، اضافه الى ذلك احنا قلنا وين عندنا في الموديل نريد اليوزر هم، تمام. فشلون نرسل لليوزر؟ عادي نقول له هنا شنو؟ يوزر يساوي شنو؟ request dot user بهذه الصورة. النتيجة مالته شنو هو؟ نقدر نقول هنا متغير اسمه res product serialize أو serializer product اللي صنعناها، هذا هنا راح نضعها بالserialize فارزة many راح يساوينا شنو؟ false. ليش؟ لان احنا منتج واحد صنعنا، فبالتالي many ما نحتاج نسوي true، ما عدنا اكثر من منتج بنفس الوقت بدنا نصنعه. يبقى عدنا شنو؟ يبقى عدنا return. فهنا راح يكون شنو عدنا؟ return response product، نقدر نقول شنو هاي النتيجة، نرجعها المن للمستخدم انه الداتا تم صناعتها. طيب هذا هالشكل، هذا بالنسبة إذا كان الشخص مل المعلومات.
طيب إذا ما كان مالي المعلومات معناته ال if عنده شنو؟ else. دائما ال if ما يصير وحده في داخل function، لازم يكون وياه else. ليش؟ لأن ال if إذا ما تنفذت هذا النتيجة ما راح ينفذ أي شيء بداخلها، فبالتالي هذا ينتظر رد، يعني ما معقول أن تتركه بدون رد، فلازم يكون وياه else. ف else تقدر شنو؟ ترجع له خبر من serialize. يعني هنا عندك ال serialize، خلينا نقول الريسبونس هذا كله تقدر شو تقول له serialize.errors، يعني ناسي انه يضيف النيم او ناسي يضيف ال خلينا نقول البراند والى اخره من الامور. هنعمل سيف لهذا، نرجع مره لق هنا. طيب هنا ايش نحتاج؟ احنا نضيف برودكت. قبل كنا شلون نضيف البرودكت؟ كنا نضيفه عن طريق الادمن، تذكرون منا كنا نضيف البرودكت. شنو نجي على البرودكتس ونقول له ما ادري يشتغل، أو خلي نشوف هنا شو مسوين احنا. and import include product URL okay and هنا احنا خلي نشوف شنو اللي موجود. ال API view post and permission classes is authenticated. فنجي لل view account البيرميشن بيرميشن كلاسز احنا جايبينها منين؟ من الديكوريتورز. تمام، فاحنا شو مسوين هنا؟ بيرميشن كلاسز جايبينها من لا ما يصير، يعني لازم نجيبها من هنا البيرميشن كلاسز. ف فارزة بهذه الصوره، خلينا نقولها سيف ونشوف هنا. تمام، شوف لاحظ شغال ما عندي مشكله. فاحنا كنا البرودكت نضيفه من هنا صح، كنا نقول اد برودكت ونضيفها. طبعا احنا ما ننسى انه اضافة البرودكت هنا يحتاج من عندنا وين 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 URL. تمام، URL مو بالاكاونت وانما ال URL بالبرودكت. فنجي هنا أنا. تمام، فمثل ما احنا عندنا هنا products نقول له slash new مثلا، وهنا نسميه new product، وهذا views نقول له دوت شنو؟ new product. تمام، بهذه الصورة. فنقول له save حتى يكون على هذا المسار. طيب إذا جينا هنا وأخذنا هذا، تصور كان product، لا ما كان هذا، هذا كان product. تمام، products إذا قلنا له send راح يطلع لي products. تمام، فإذا أخذه منه وافتح تاب جديد وهنا نقول slash new. طبعا product إذا تريد تصنع product جديد فأنت عندك شنو؟ post، فبالتالي هذا لازم يتحول إلى post لأن عنده عبي البيانات. تمام، فأجي للبادي، بالبادي أجي للرو نختار جيسون ونفتح الأقواس مالته. شنو اللي أحتاجه أني؟ طبعا هنا من تعمل أي product جديد إذا تجي للموديل مالته، تمام، انت ايش تحتاج؟ تحتاج نيم، ديسكريبشن، برايس، براند، كاتيجوري، الريتنج، الستوك. تمام، بس الكرييتد ات واليوزر ما تحتاجهم، هذا اوتوماتيكيا ينضاف، وهذا يعتمد على التوكن، التوكن اللي انت تصنعه. تمام، على التوكن. فهاي تذكرون احنا طلعنا لكم اياها بالجيسون، شوف يعتمد على التوكن يوزر اي دي 3. فإذا أنا اللي أحتاجه فقط هذه العناصر. تمام، فأجي هنا على البوست وأضيفهم، النيم نضعها بداخل، تمام، علامة التنصيص، الدبل بهذه الصورة حتى أختصر، أوبس، زين، واليساوي كلهم لازم أحولهم إلى نقاط، وهذا اجي هنا مثلا اضيف البرودكت اللي عندي، مثلا ماوس، هنا ديسكريبشن يريد من عندي، فاقدر اخذ الديسكريبشن من اللورم ايبسون، شوف هنا اضعها داخل علامتين تنصيص، لا ننسى الفوارز، الفوارز مهمه جدا، وهذا الديسكريبشن. نجي للبرايس، برايس قلنا رقم، فبالتالي هنا مثلا خلينا نقول سعره 89 دولار فارزة،
والبراند مالتا، خلي يكون مثلا البراند مالتا أبل، دبل أبل، والكاتيجوري مالتا، كاتيجوري مالتا هو راح يكون في كمبيوتر، صح الكاتيجوري كان شنو عندنا؟ كمبيوترز، تمام؟ فالكاتيجوري كمبيوترز. وعندنا الريتينج اللي هو ايضا دبل 4.3 مثلا. هذول اللي ننسى الفوارز مالتهم بهذا الشكل، وهذا النقاط كلها تتحول الى بوينت، دبل بوينت هنا ايضا، دبل دوت، وهذا ايضا دبل دوت. وعدنا الستوك ايضا هو رقم، زين. فهنا عندك الستوك هو انتجر، فكم العدد مالته مثلا 50 قطعة. فبالتالي خلينا نجرب هنا، نقول send، المفروض ما يخلينا، شوف لاحظ يقولك لازم تسوي authenticate، ما يصير تدخل يعني ما يصير تضيف للداتابيز. فاحنا نعرف كل الزين انه authenticate تذكرون هذا التوكن منا ناخذه، فاذا قلنا له send، شوف هنا عندي access، اخذ هذا التوكن مثل ما قلنا، نعمل هنا copy، ونجي هنا قلنا شنو، نجي الهيدر، عندنا هنا ايضا authorization، يعني هنا barrier token مثلا، ونضيف هنا token control A control V، وخلي نقول send. لاحظ صنع لي product جديد، اوكي. يعني انت عندك طريقتين، يا اما بالهيدر هنا تقول له authorization، هاي علمت لك اياها الطريقة، او هاي راح تقول لي ياهو الافضل بكيفك، اوكي، تختار طبعا هنا barrier token، وضيف التوكن رأسا هنا. بس خلي بالك هنا اذا تصدم هاي الطريقة لازم تكتب كلمة barrier وتنطي space وتضيف التوكن، اما بهاي الحالة لا، ما تحتاج رأسا تقول له barrier token وتضيف التوكن مالتك هنا. فبالتالي رجع لي شنو، رجع لي الخبر البرودكت. فاذا جيت هنا للبداية، خلي نقول send، هذا برودكت الاول الثاني، اوكي، هذا لانه paging احنا دا نستخدم هنا أنا. I think for pair page yes، احنا دا نستخدم paging. فاذا قلنا له هذا البيج الاول، اول والثاني، تمام. خلينا نقول هنا أنا هذا البيج الثاني، شوف هنا أنا pair page 2، عندنا خمس عناصر، فهذا الثالث والرابع، بعده user 1، شوف كلتهم user 1 لان محمد صنعها. خلينا نشوف بيج الثالث، بيج الثالث سين، راح يطلع عندي عنصر واحد بس، شوف لاحظ اليوزر منه، يوزر ثلاثة، تمام. شو اعرف؟ اعرف من هاي الكاونت، يعني خمس عناصر يعني عندي، كل صفحة بيها اثنين، فاكيد الصفحة الاخيرة راح تكون بيها واحد فقط، اللي هو العنصر اللي اني صنعته. فاذا هالشكل خلينا حتى الاضافة يكون عن طريق شنو، permission، يعني اذا انت ما عندك permission فما راح تقدر تضيف، خلينا نقول ما راح تقدر تضيف على database. طبعا احنا عدنا ايضا شنو، عدنا البوت، يعني ال وين هذا، تذكرون هذا اذا نريد نضيف، اذا نريد نعدل، اذا نريد نعدل هذا ناخذ كوبي بيست، هذا راح يكون بوت، هذا اذا اردنا نحدث البيانات، هذا يشبه ال هذا اللي هو جيت باي اي دي. ليش؟ لان انت من تحدث البيانات ما تحدثها على الكل، تحدثها فقط على العنصر اللي تريد تحديثه، فلازم يكون عنده ID. فبهالحالة شو راح تقول له هنا؟ تحتاج تعمل متغير product، تجيب العنصر أول شيء، تمام؟ شلون تجيبه؟ عندك هنا function اسمه get product by ID، حلو؟ هذا تقدر إنه تستفاد من عنده، أوكي؟ get product by ID. زين، هذا شو تسوي؟ لا انزل للأسفل. طبعا هنا انت عندك النيو برودكت يختلف، تقول له ابديت، تغير اسمه شيء. فالبرودكت هذا ايش راح يساوي لك؟ جيت باي اي دي برودكت اللي هو فوق الفانكشن اللي فوق، تنطي شنو؟ تنطي البرودكت، اوكي، اللي هو برودكت الموديل زائدا الاي دي مالته. فهنا ايش راح يكون؟ الاي دي يساوي البي كي، ماشي. فانت راح تعتمد على هذا الفانكشن، جميل. فاني اجيبه واقول اني هذا الموديل مالتي وهذا الاي دي اللي هو راح ينطيني اياه المستخدم،
اعتبره اي دي وتعال ادخل بالبرودكت وتبحث عن البرودكت اللي اي دي كذا. اوكي هالشكل راح يكون الآلية مالته. طيب شو احتاج اني بالنسبة لي؟ اول شيء لازم اني اتأكد يعني هذا خلي نحذفه. الاف اني احنا ايضا احتاجه بس اوكي خلينا هذا ايضا نحذفه. نعيد الصياغة من جديد. نقول له هالشكل. نقول له انتر. طيب نقول له اف اذا البرودكت لهذا الشخص اليوزر ما يساوي الشخص اللي الحالي اللي عامل لوجن. تمام؟ هذه الحالة أنا إيش أسوي؟ أو شيء أتأكد إنه هذا الشخص من حقه يعدل على هذه المعلومات. يعني حتى شنو مثلاً أحمد ما يصير يعدل على منتجات محمد، محمد ما يصير يعدل على منتجات أحمد. كل واحد يقدر يعدل على منتجات مالته. فإذا كان البرودكت اللي بحث عنه وريد يعدل عليه إذا ما كان يساوي الشخص اللي عامل لوجن حاليا عن طريق التوكن مالته يعرف، فمفروض تمنعه. شلون امنعه؟ عن طريق الريتيرن. هنا نقول له مثلا ريتيرن ريسبونس ونقول له هنا أنا مثلا ايرور ونرسل له رساله نقول له سوري يو كان نوت ابديت ذس برودكت. زين يعني ما يصير تحدث هذا لأنه هذا ما تابع لك. بالتالي خلينا ننزل القوس هنا فارزة. أقدر أيضا أدز له status status اللي هو I think كتبت غلط status. ليش طلع لي شكل؟ دي طلع لنا status. أوكي and dot المفروض إنه أوكي هنا status ما دي يظهر لي. I think هنا ما جايبه بس عندي بالاكاونت هذا هو الستيتس. اجي انطي هنا فمن انزل للاسفل اقول له ستيتس. شوف لاحظ راسا ظهر دوت واختار شنو هنا فوربيدن اللي هو 400 دوت فوربيدن 403 يعني محظور ما يصير تحدث عليها لانه هو ما عايد لك. هاي في حالة اذا ما كان البرودكت مالته. اذا انزل للاسفل اذا ما تحقق هذا الشرط معناته هو البرودكت مالته. فاقدر الان احدث على البرودكت. اقول له مثلا برودكت عنده شنو؟ عنده نيم. زين يساوي لي شنو؟ الريكوست دوت اكيد بها ديتا ولازم يحتوي على شنو؟ على نيم بهذه الصورة. زين برودكت ايضا اقدر احدث على الديسكريبشن على البرايس على الكاتيجوري على البراند على الريت على الستوك. زين هذا ايضا راح يكون شنو ديسكريبشن يعني اذا جيت على البوست هنا البادي. زين عندنا ديسكريبشن فهذا راح يكون ديسكريبشن هذا ديسكريبشن. عندنا برايس هذا راح يكون برايس. عندنا براند هذا راح يكون براند. عندنا الكاتيجوري هذا راح يكون كاتيجوري والريتينجز هذا راح يكون ريتينجز وهذا راح يكون ستوك. That's it. حلو جميل. اخر شيء شنو لازم احفظ البرودكت. فانا اقدر اقول له برودكت دوت سيف حتى يحفظ لي اياها. زين بعد ما حفظ لي اياها مفروض انه هو يعمل لي تحديث في الداتابيس. شلون يحدثه؟ عن طريق السيريالايزر. سيريالايزر اقدر ارسل له سيريالايزر يعني هنا أنا نحفظ بالداتابيس بس سيريالايزر استفاد من عنده كمتغير انه ارسل للمستخدم انه صار تحديث بالبيانات باستعانه ببرودكت البيانات الجديده والمني. هنا شو يصير؟ ايضا فولس. ليش؟ لان عنده عدل على شيء واحد فأكيد فولس راح يكون. بالتالي أقدر أرجع له خبر يعني return. خلينا نقول هنا شون عملنا return البرودكت. أقدر هنا أقول له return وهذا لازم يكون بمستوى serialize مثل ما قلنا بايثون حساس بالمسافات. فراح يكون serializer.data. That's it.
هذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة لعملية الابديت. خلينا نعمل هنا سيف، نرجع هنا نشوف الكنترول. ما عندنا مشكلة، حلو. لازم نسوي له ابديت ايضا. اذا جينا هنا مو هنا، هذا برودكت زين، اللي هو يشبه بالضبط الشو، بس لكن فرقه شنو؟ هنا ايضا ياخذ اي دي، فرقه هنا يكون ابديت، ابديت، وهذا يكون الفانكشن مالته دوت ابديت. زين، هذا ما يصير نفس المسار، فش نقول له هنا سلاش ابديت سلاش هالشكل. زين، يعني يكون برودكتس سلاش ابديت سلاش انطيني الاي دي حتى احدث لك اياه، ويحدث عن طريق منه، عن طريق الابديت بس. هذا لا دوت ابديت برودكت، تمام، تاكد من الاسم، سيف. هنرجع هنا مره الاخ نشوف الحياه. اوكي هذا اوكي تمام، هذا اخر شيء تمام. فناخذ هذا الرابط، نجي نفتح رابط جديد، خلي نجيب هذا الشكل، وهنا نعمل بيست. هالمره هذا شنو؟ ابديت سلاش انطيني البرودكت اللي تريد تحدثه. زين، اللي هو منو؟ مثلا برودكت 5 اخر شيء كان، فهنا أنا تقول له 5. هذا شنو؟ شو تحوله؟ احوله الى بوت. ليش؟ لان الابديت العمليه مالته شنو؟ بوت، عمليه التحديث. حلو، يبقى عندنا شنو؟ لا ننسى انه احنا نستخدم اوثنتيكيتر، فنقدر ناخذ التوكن اللي انشأناه مسبقا، بارير توكن، وهنا نقول له بيست، كنترول اي كنترول في. زين، الان شنو بقى عندنا؟ هذا هو البادي. اوكي، اقدر اخذ نسخه من البادي واجي هنا بالبوت، اجي على البادي رو تكست، احوله الى جيسون، واجي هنا اعمل بيست. شوف نفس الكرييت، بس الفرق بيناتهم هنا ابد اي دي عنده، فيعرف بالضبط هو يحدث على من. فهذا خلينا نقول مثلا ماوس ابل اسميها، زين، ونجي نقول سند. طيب هنا طلعتني فاجعه، لماذا؟ اوكي، هنا يقول لي عندي الريسبونس مالتك انت عاملها بلا 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 بلا، وما دام انت عاملها بلا 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 فما يصير بلا بلا بلا. يعني شنو فهمنا؟ خلينا نشوف هنا. هنا عندنا is authenticated، تمام، وعندنا هنا ديف الريكوست لل اي دي، وهنا احنا نجلب البيانات and طيب احنا نعمل شيء اخر، نفس الاليه اللي استخدمناها هنا نستخدمها وين؟ نستخدمها هنا. يعني product طبعا هو مو product، product get object or 404 product id. اوكي، بهذه الصوره راح تكون. خلونا نجرب هاي الطريقه، نجي هنا اوكي ريفرش، عمل نعمل send and same thing. ليش؟ يقول لك هنا self response عندك سلاش، خلينا نشوف ال وين هذا البرودكت URLs. اوكي، بالبرودكت URLs عندنا هنا عندنا سلاش، وهنا ناسين السلاش، تمام. فاذا قلنا له send اوكي ذاتس ات، اشتغل. المفروض الان الاسم تحول من ماوس الى ماوس ابل، ماشي؟ يعني هذا خلينا نقول مثلا عندي بدل 80 اعمل 20 واعمل send، لاحظ اصبح 20. بس شلون اتاكد؟ خلينا نرجع للجيت مارت الاخ اللي هو يعرض لي كل البرودكتس، اقول له send، لاحظ هنا صار ماوس ابل، وهنا صار برايس مالته 20. على فكره تقدر تتحقق ايضا بالداتابيز، بس في كل مره لازم ترجع تعمل اوبن وتحمل الداتابيز، لان ما يعمل ريفرش لها. فتجي للبرودكتس هنا تلاحظ انه ماوس ابل، تمام، وعندك هنا البرايس شنو صار عندك؟ 20. حلو، جميل، اتحملوا وياي. خلينا نصنع الديليت ايضا، يعني احنا دنسجل. هذا هو البوت، تمام، اخذه الديليت يشبه البوت، مع شنو؟ ما حاجه انه احنا نعمل تحديث، فقط نحتاج الاي دي لهذا يشبه. في الديليت انا شنو عندي؟ اقول له هنا مو ابديت برودكت، وانما ديليت برودكت. اوكي،
البوت يتحول إلى ديليت، تمام؟ يعني هذا يتحول من get إلى ديليت، ماشي؟ زين، بعد ذلك شو أحتاج؟ أحتاج إنه لازم يكون authenticated، هاي مهمة عندي. and هنا أنا ديليت ما عندي مشكلة، وأيضا لازم أحتاج أجيب الاي دي مات هذا الشخص، أوكي؟ بعد ذلك أنا شو أحتاج؟ أحتاج إنه فقط أسوي أعمل ديليت لهذا البرودكت، أوكي؟ بس شنو أعمل له ديليت في حالة إذا كان هو هذا الشخص يمتلك هذا البرودكت، فبالتالي هذا راح أبقي حتى أتأكد إنه هو هذا صاحبه، ماشي؟ إنه صاحبه هذا. زين، بالنسبة للديليت هذا كله أنا ما أحتاجه لأنه ما جاي أعمل تحديث، تمام؟ بس شو أحتاج؟ فقط البرودكت هنا شو أقول له؟ بدل دوت سيف أقول له دوت ديليت بس، وهو اوتوماتيكيا راح يحذف لي اياه. زين، احتاج سيريلايزر؟ ما احتاج سيريلايزر هنا أنا. زين، مجرد ارجع له ريسبونس انه شنو هذا البرودكت تم حذفه. يعني مثلا اقول له هنا شو اقول له؟ داتا ديتيلز، ديتيلز اي شيء، اي شيء تقدر تكتبه هنا أنا، لان هذا نص. وتقول له مثلا ديليت اكشن done او is done، ما باي شيء تقدر تكتب بيها، ماشي؟ وتقدر ايضا ترسل وياها state status dot اللي هو 200. اوكي، يعني العمليه نجحت. شوف هنا أنا مثلا، شوف هنا يرجع لك اوكي، هذا البوت مثلا يرجع لك status اوكي، فهنا أنا اوكي انه العمليه تمت بنجاح. خلينا نعمل هذا save، اوكي، بس نتأكد انه كل شيء تمام. and let me check هذا update. خلينا نجي هنا أنا. هنا راح نعمل delete، نقول هذا delete. زين، نرجع لل مول بوت ولا مال بوست. في البوست راح اعمل مثلا SSSSS، اقول send خلي يضيفه. فبالتالي اذا ارجع اريد اجيبهم كلتهم، اقدر هنا أنا ازود ال وين البيجر، هذا بيجر خلينا نعمله 12 عنصر، فاجي هنا أنا اعمل سند. اوبس، عشان اعمل ريستارت، انفاليد هنا أنا. خلينا نكتب له هنا البيج 1، اوكي، لان كلتهم راح ينعرضون في صفحه واحده فقط. شوف الان عندنا رقم 6 اللي هو الاس اس اس، فإذا أريد أحذفها هنا أنا الديليت أكتب له 6 سلاش. طبعا هذا الشيء لازم أيضا أنت تحدثه هنا بالبرودكت URL نفسه مات الأبديت، بس لكن المرة تغيره ب ديليت. زين، وهنا أنا نقول له dot delete product، وهذا أو تقدر تأخذ هذا اسمه نعم delete product، تمام؟ فهنا عندي الرقم 6 اريد احذف الاي دي مالته. لا ننسى لازم احنا يصير عندنا توكن، فبارير توكن نجي للبوت نفس التوكن مالته ناخذه، كنترول اي كنترول سي، نجي هنا نقول له كنترول اي كنترول في، نسوي له بيست. فخلينا نقول سند، اوكي، هنا يقول لي ديليت نوت الاود، ليش؟ لان احنا بدنا نستخدم هاي ديليت، نسينا نكتب هنا ديليت. خلينا نقول سند مرة الاخ. That's it. Delete action is done. وهنا status مالته 200. ممتاز. بمعنى الآن مفروض الـ ID 6 يختفي. فلما أقول له send من جديد، 1 2 3 4 5. لاحظ؟ الـ 6 وينه؟ اختفى. إذا عملية الـ delete أيضا نجحت. مبروك عليك. يبقى عندنا شنو؟ يبقى عندنا بس إنه إحنا نعمل تحديث للـ، خلينا نقول تحديث للبروفايل. يعني إذا أجيت مثلا في الفيو الخاص باليوزر، تمام، هنا احنا وين خلينا الكرنت؟ هذا هو كان اللي هو الكرنت يوزر، أوكي. هنا أنا شو نسوي؟ هنا عدا مو يوزر، إذا يستخدم السيريلايز وياخذ اليوزر. لا ننسى هنا نقول له ماني بالسيريلايز، لا ننسى الماني يساوي فولس مو ترو. ليش؟ لأن كل يوزر عنده بروفايل واحد، صح؟ فبالتالي رجع لي. طيب إذا أنا حبيت أحدث البيانات مات هذا الشخص،
فبالتالي قلنا التحديث يحتاج إلى put زين، ولازم يكون عامل login هذا منتهي من عنده. فهنا راح نقول مثلا update user زين، وهنا عندنا الريكوست مالته. فاليوزر مفروض انه احنا نعمل ريكوست له، يعني اليوزر مفروض يجيب المعلومات من الشخص اللي هو راح يرسل له عن طريق الاي بي اي. فهنا نقول له ريكوست دوت اليوزر وداتا يساوي ريكوست دوت داتا، يعني هذا يعتمد على اللوجن. لما يعمل لوجن التوكن انت راح ترسله ويا 100% هنا التوكن انت لازم ترسل له، فهذا التوكن اللي راح ترسله للسيرفر هو راح يعرف انت يا يوزر. والبيانات طيب منين يجيبها؟ البيانات راح يجيبها منين؟ من البادي، يعني من البادي اللي راح ترسل له اياه. فمن يوصل له انت تيجي تعدل بالبيانات، يعني هنا انت صار عندك متغير اسمه يوزر، فهنا ما تحتاج هذا الريتيرن طبعا هنا. فش تقول له؟ تقول له يوزر مثلا دوت فيرست، واذا ما تعرف المعلومات تقدر تاخذها من السيريالايز فيرست نيم لاست نيم ايميل اند منو الباسورد، ايضا تقدر تغيره. فهنا تجي نعملهم بيست هذا الفيرست نيم يوزر دوت فيرست نيم اوكي يساوي data راح يكون في داخلها ماذا؟ first name. وهكذا بالنسبة للباقيين عندك شنو؟ last name email username و email. فعندك هنا last name عندك هنا email زين، وهذا راح يكون user name بهذا الصيغة. ذول الاثنين هم email، فاليوزر نيم سوري اليوزر نيم والايميل هما نفس الشيء، ولكن اللاست نيم اكيد لاست نيم والفيرست نيم هو فيرست نيم زين. هنا انا احتاج اتاكد اذا هو الباسورد يريد يغيره، فاقول له اف اذا الداتا اللي جايه من ضمنها اكو شيء اسمه باسورد، ف يعني اقول له نوت ايكوال فراغ، معناته انه يريد يغير الباسورد مالته. يعني إذا أرسل البيانات الباسورد وما كانت فراغ معناته يريد يغير الباسورد مالته. فبالتالي هنا أنا أقدر أقول له شنو؟ User password data password تمام، غير لي الباسورد مالته. بس إحنا مثل ما قلنا الباسورد ما يتغير بهاي الطريقة، لأن أنت البيانات اللي راح يرسل لك إياه هنا الباسورد مالته 1 2 3 4 لازم تشفرها. فتقدر تستفاد من منو؟ تذكرون بالساين بالتسجيل هذا الميك باسورد، هذا تقدر تستفاد من عنده. فأقدر هنا أقول له شنو ميك باسورد الفانكشن أدخل بيها الباسورد اللي أنا أريد أغيره بيه. حلو، يبقى عندنا شنو؟ يبقى عندنا أنه نطلع من هذا الإف، يبقى عندنا أنه نجي نحفظ هذا البيانات. فنقول له يوزر سيف هالشكل حفظ لي المعلومات. الآن أقدر أستخدم شنو؟ السيريالايزر ماشي. طبعا serializer يساوي لي user لازم نستخدم user serializer اللي هو شوف هنا بالserializer عندك user serializer ماشي، فهي موجودة ترى، لأنه شوف هذا ساين اب سيريالايزر جاي من نفس السيريالايزر، فاقدر بس اقول له فارزه واضيف هاي. فهنا انا راح اقول له يوزر سيريالايزر ماشي، وافتح قوسين انطي له اليوزر اوكي هذا اليوزر فارزه ماني. هنا بيها حاله تصير ده تحدث بروفايل لشخص واحد، فبالتالي اكيد لازم يكون فالس زين. والان اقدر اقول له ريتيرن للسيريالايزر انه تم تحديثها البيانات مالته سيريالايزر دوت داتا زين. هالشكل اني اقدر احدث البروفايل مالتي. طيب يبقى لي شنو؟ يبقى لي اليو ار ال. هنا كنت اشوف البروفايل انفو معلومات المستخدم، اقدر هنا ايضا اضيف له شنو؟ على سبيل المثال يوزر انفو مثلا ابديتس اضيف له سلاش هالشكل، فهذا راح يكون من الفيو دوت update
يوزر، وهنا أنا أقدر أقول له update user. That's it. هذا صار عندي جاهز. يبقى عندي شنو؟ أحدث البيانات. طيب خلونا نعمل مراجعة سريعة. إذا أجي على ال get هذا كان يمكن أوكي هذا كان أوكي جبناه هنا، هذا أيضا نجيبه هنا أو هذا نجيبه هنا. زين هذا كان اليوزر انفو صح؟ فمش أقول له send كان يجيب لي معلومات أحمد عيسى والإيميل مالته. أوكي يعني هذه المعلومات كان هو أوتوماتيكيا خلينا نقول يرجع لي إياها. ماشي هنا احنا عندنا الباسورد يرجع لنا، طبعا هذا المفروض احنا ما نرجعه. ماشي هذا غلط، فش نسوي؟ هو منو كان المسؤول عليه؟ اذا تذكرون السيريالايزر هنا انا جاي نرسل باسورد، فنقدر انه نغيره. مثلا نكتب هنا يوزر نيم، اوكي بهذا الصوره راح تكون. فاذا اعمل سند من جديد اوكي اند ميبي وما اخذ التاثير مالته، and هنا عندنا الفولو يوزر سيريالايز اللي هو يعتمد على مو اكاونت، الفيو مات الاكاونت. تمام يوزر سيريالايزر هنا also when find me اوكي هذا يعتمد على ال الساين اب سيريالايزر، خليه نغيره. ما عندي اقول لانه ليش ما ده يجيب لي فقط المعلومات، فهذا خليه يعتمد على اليوزر سيريالايزر. خلينا نجي هنا نقول السند اوكي يمكن ده يعمل ريفرش اوكي ذاتس ات. شوف لاحظ فيرست نيم لاست نيم ايميل اند يوزر نيم. تمام لا تنطي الباسورد. زين هذا اذا كان للجيت، انا اريد اعمل ابديت لمعلومات هذا اليوزر، فاذا جيت هنا قلت له بيست اند ابديت وسلاش صح، هالشكل كان الرابط مالته هذا هذا. تمام طيب شنو المعلومات شلون انا احدثها؟ تحديث المعلومات سهله جدا. اذا اجي على البادي واجي على الرو واجي على الجيسون، احنا شلون كنا ننشئ بيانات؟ هذا اذا جينا على البوست هذا خلينا ناخذ هذا كوبي نجي هنا نعمل بيست. فانا شلون اغير؟ يعني هنا انا حصلت على احمد عيسى والايميل مالته واليوزر نيم مالته. خلونا نغير بالاسم، مثلا هنا عندي فيرست نيم هو احمد عيسى واللاست نيم راح يكون حميد. تمام بهذه المعلومات خلينا نجي نقول له سند. شوف شو يقول لك، لازم تسجل واحنا نسينا نسجل. فنجي للاوثنتيكيتر نقول له بيري توكن، ونجي هنا ناخذ ناخذ التوكن خلينا نقول، ونجي هنا نضيف التوكن ونقول send and detail method not allowed. I think التوكن هذا لازم طبعا بس هذه الجزئية تاخذها مثل ما قلنا البارير لا. زين هو مو مشكلة بالتوكن على فكرة، هي المشكلة وين؟ انا اقول لكم هاي نسينا نحولها الى شنو؟ الى put صح؟ لأن هاي حالة أبديت. يعني لاحظ هنا مو هذا أكاونت، شوف put فما راح يسمح بيها. فخلينا نقول هنا أنا send مرة الأخ and yes. شوف first name هو أحمد عيسى، last name هو حميد، وهذا الإيميل وهذا اليوزر نيم. فإذا رجعنا مرة الأخ أريد أستعلم، مفروض ما يبقى أحمد، شوف لاحظ صار أحمد عيسى واللاست نيم هو حميد. فإذا هالشكل أني عملت الحالات الأربعة للبرودكت، وكذلك البروفايل أقدر أعدل على البروفايل الشخصي مالتي وأبدل المعلومات اللي بداخلها أحدث المعلومات. فخلونا نوقف هنا نكمل وياكم درس القادم. مع السلامة.